مدينة فاس غنية على التعريف. مدينة فاس مدينة عريقة، لأنك تكون غير كتجول وسط المدن ديال فاس والأحياء ديالها وسط 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 الأزقة ديالها، كتشم واحد الروحانية، كتشم واحد 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 الإحساس غريب كتعيشو ما تعيشوش في مدينة أخرى، غتعيشو في مدينة فاس. مدينة فاس هي مدينة عشيقة المغرب، يعني كامل كيعرف مدينة فاس اللي هي كتجمع يعني واحد المدينة صغيرة ولكن هي واحد المغرب كبير. مدينة فاس اللي هي المدينة اللي انبثقت منها الثقافة المغربية والعرس المغربي، اللي هي التقاليد ديالها بقات محافظة على الآن، في حين انك تلقى مناطق اخرى في المغرب دائما كتحافظ على التراث ديالها، ولكن دائما كتلقى ان الطابع التراثي يعني داخل فيه الطابع الفاسي. شحال هادي كان الزواج ديال ما بين العرس والعروسات يكون زواج ما بين العائلات ولا ما بين الصحاب، يعني الاب العروسه تيعرف صاحبه عنده ولده تيقول له انا جيت بغيت ولدي لبنتك، يعني تيكون زواج ما بين الناس الكبار. السلام عليكم. مرحبا. تفضل. يعني البنت تقدر تتزوج براجل وهي ما عرفهاش، والولد يقدر يتزوج بالبنت وهو ما عرفهاش، ماشي بحال هذا الجيل ديال هذا الوقت هذا تيكون تعارف من بعضياتهم. كاين العروسه اللي تيشوفها راجلها وهي تتشوفو حتى نهار الخطوبه، الا كانت الخطوبه، ملي ما كانش خطوبه راه شحال هادي كانت العروسه تيشوفها راجلها حتى نهار الدخول، ما تعرفهاش هي كي دايره وما تعرفوش. العرس تيكون تراضي، تراضي ما بين العروسه والعريس اولا، ثم تراضي ما بين العائلتين، العائلات كيتراضاو مع بعضياتهم وكيتوالموا للخير. ولا لا راه حنا جيناكم طالبين راغبين في الماسونه بنتكم لالا شيماء لولدنا سيدي عبد الكريم، وتنتسناو ان شاء الله يكونوا لهم السعاده ويكملوا كل شيء على خير وبخير ان شاء الله. مدينه فاس يعني في من ناحيه الطريقه ديال الزواج في الخطوبه كيكون واحد التعارف، احنا عندنا واحد الطابع الديني اللي محافظين عليه، كتلقى ان مثلا في الخطبه ديال البنت ولا ديال الابن ولا هذه، يعني كتلقى اما كان تعارف ما بين العائلات، فلان كيعرفوا فلانه ولا هذه، يعني كتلقى ان البادره يعني ما كتكونش مختلفه، فسواء ان الام خطبت لبنتها ولا الاب خطب الابن ديالو، كيكون واحد ما بين الاقارب ما بين الناس كيعرفوهم، يعني كيبقاو محافظين على ذاك الطابع الديني. العريس غيشوف دار العروسه كيدي لها واحد الفاتحه في الخطبه اللي هي بحال اللي قلتي هديه، حنا كيعيط لنا العريس كنجيو عندو لدارو كنفرحوا معاه بما تجمعوا الناس ديالو هلو وتجمعوا مع الناس اللي غيفرحوا به. تنمشيو لدار العريس تنخدموا معاه في دارو تنشطوا معاه في دارو بما تجمعوا احبابه بما دي ابغي دار العروسه كيخرجوا يستقبلوا دار العريس بالتمر والحليب، وكاين اللي كيستقبلوا دار العريس بالمورد. ملي كنوصلوا حدا دار العريس كيتقتل تقلب لو ريتم، كنسميوه حنا كنقولوا تهضر لو تيم ديالنا كنسميوه تهضر، وتنبداو نعشقوا على العروسه والعريس، جينا حباب العريس قولوا لينا مرحبا نتيني وحلوا الباب الا لا 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 ديري له حسابو مولاي السلطان جاي هاد الليله وفي جنبو حبابو، تنمجدوا العروسه صوت الريح الحاجه والده المليح كيتسمى وتعاشق تنعشقوا عليهم. والعرس الفاسي هو من اقدم الحضارات، والام الفاسيه نهار اللي كتخلق عندها البنيته ديالها كتبدا من ديك الساعه كتوجد لها الشوره ديالها، فيما كان شي طرز رفيع او شي توب رفيع او هذا كتشدو كتخبعو في الشنطه حتى كتكبر البنيته، وديك الساعه كتبدا تدور ثاني عند الخياطات بجميع الاشكال اللي فيما سمعت شي خياطه مزيانه ولا هذا كتمشي ليها باش كتوجد لها ملي كيجيها الخطيب ديالها او الجوج ديالها كتكون على الاقل مجدين، هذاك الشيء كيتطلب وقت طويل. مثلا لا كتبسها العروس
الاقرب الناس ليها ولا الناس اللي يمكن انه يواكبها يعني في هذا العرس، وشكون اللي يزل الهم ديالها، ويعني كتكون واحد الضغوط، كتكون واحد الامور على العروسه اللي كتخليها انها كترتبك بعض الشيء، لان الحياه ديالها غتتغير. فربما اللي كيخلي انه اللي داز من واحد المرحله قبل منها هي الام ديالها. الام شي حاجه كبيره عند الله، لان الام هي كل شيء في الحياه. الام هي اللي تتوقف جنب ديال بنتها، هي اللي تتقد لها المسائل ديالها كلها، ديال الزواج ديالها، ديال دارها، التجهيز ديالها، اللباس ديالها، داكشي اللي تحتاج العروسه كلها سي الام. ما نكرهش اللي يكون عندك شي توت انت يرفع نزيد نكمل لهم بها اللبسه ديالها. بالنسبه للخياطه الا بغيتي شي حاجه ديال الفرع، الناس كيخصهم يمشيو، كاين اللي بالعام، كاين اللي بست شهور، كاين اللي بثلاث شهور، على حسب. الا بغيتي شي حاجه رفيعه كطلب الوقت التنبيت، ومن خلال الخدمه ديال المعلم بحال الزيري والدبانه، بحال الخدمه ديال شي حاجه ديال المبوق او شي حاجه ديال هذا، كطلب الوقت بزاف. بحال السفيفه كيمكن لك تدفعها على شهرين او ثلاث شهور، ماشي مشكل. ولا هذا غتحزم لها بنتي؟ هذا مساله انا هامه عندي، ان العروسه تكون خارجه باللباس ديالها في مستوى عالي، ويكون الحضارين كينتبهوا لذاك الشكل ديال العروسة، وتكون متميزة قدام الحضارين، تكون شكلها والطابع ديالها خاص بها هي اللي عادي تكون قدام الناس كاملين. هذا هو الهدف ديالي أنا بالنسبة للعروسة، لأن عندي حب أنني نغضي العروسة ونعطيها الشكل ديالها اللي هي خاصها تكون. عجبتك بنتي؟ أيوا صافي إن شاء الله. دابا غنقرو ان شاء الله في الطريقه ديال الخدمه ديالها، لان تبارك الله معمره ومشارجيه. انا ما بغيتش ندير شي خدمه كثيره في البياسه الفوقانيه، اللي غادي ندير عندي خدمه زوينه في الصدر ديال هذا اللي هو ايني، وشي لاخر غادي نخليه خدمه خفيفه ان شاء الله. كتجي المرحلة الثانية من بعد الخياطة، هو أنها مثلا كتاخذ هذوك يعني اللبسات اللي وجدات وداك الشيء، فأنها كدير واحد الوقت المعنقافة على أساس أنه يعني كتخسر ليها هذوك لي زاكسيسوار اللي غيجيو مع دوك اللبسات اللي خيطات. كفا عاوتاني تتنصح العروسة، لأن كاين الأم ديال العروسة تتعرف، ماشي ما تتعرفش، تبارك الله تيعرفوا، تبارك الله تالي مامون، لأن عندهم تجربة في الحياة، تيعرفوا بأن البنت ديالهم شنو تيخصها اللباس ديالها، تمشي عند الخياطة، المسائل شنو تعني. ولكن كاين تنكفا عندها عاوتاني عندها بزاف تجارب، يعني عند هاد العروسة هادي تاخذ منها دي زكسبيريونس، وهاد العروسة وهاد العروسة يعني عندها تجارب. نختار واحد كبير باش ندخلوها فيه. اليوم كلشي ولا بالرونديفو، كتعيط في التليفون وكتاخد الرونديفو ديالها، وكتجي عند المعلمة نكافة وكتشوف، كتجلس معها وكتشوف بعدا لا دات ديالها واش خاوية ولا عامرة، ثم كتبدا تنقص السق معها. كاينة العروسة اللي كتجيب لباسيها، كل وحدة والقدرة ديالها كتجيب لباسيها، وكاينة اللي ما عندهاش لباسي عاود كتاخذهم من عند المعلمة نكافة حتى هي كتكون بلباسيها. جبتي لي لي زاكسيسوار هذاك، وي ارا هذا. بزاف ديال الامهات ديال العريسه تيتشاوروا مع النقافه، تيتشاوروا معها في اللباس ديالها، بحال دابا تقدر تشكي ثوب، داك الثوب خص العروسه داك الثوب اللي لبستو ما يكونش الناس لابسينه، ما يكونش مخلط بزاف، تتشاور معها بزاف المسائل، تقدر ما عارفاش خياطه، تقدر تنصحها على خياطه كيف غدير لهاد اللبسه. وكاين عاوتاني النقافه اللي تيكون عندها اللباسي ديالها، يعني العروسه ما تحتاجش داك اللباسي، ولكن من الاحسن العرايسات يكون عندهم اللباس ديالهم، لان تكون لابسه العروسه ديالها بوحديتها، ماشي لابسه هاد العروسه وهاد العروسه. دونك النقافه مهمه، شي حاجه مهمه، العكس كله سي النقافه. هاي العماريا كارتي، كنظن اللي غاتجيك مع لا توني ديالك كي كارتي اوسي، كاين هاد الموديل دونك، وكاين دوطخ موديل هما الداخل. العماريه بالنسبه لشحال هادي ما كانتش العماريه، شحال هادي كانت العروسه في باش نقول لك دير 20 عام، اكثر من 20 عام كاع، 30 عام 34 عام العمريه ما كانتش، كانت العروسه الليله ديالها تجي نقافة، كاينه نقافة، ولكن نقافة بلي زاكسيسوار ديالها، كان داكشي بلدي، الجوهر، المداج، حلقات بلديين، صافي نقافة. اما دابا شحال هادي شنو كانت، شكون هي، شنو هي العمريه؟ العمريه شنو هي العمريه؟ كانت عندهم هي القبه،
القبه تيديروها الوزان، يعني اللي شريفه تدخل في القبه. دابا حاليا كيعرف انه خصو يلتجا واحد النقافه ذات مواصفات، يعني على حساب الطاقه ديال كل انسان، يعني كل واحد على حساب الطاقه ديالو. بالنسبه للعمليات كاين عمليه العود، كاين عمليه الفضه، كاين عمليه ديال النطع، يعني النطع سي لو تراديسيونيل سي التقليدي زعما عند جميع النقافات يكون عنده عمليه النطع، يا اما بيضاء يا اما كارتي يا اما دوري على حساب العمليات ديال عاوتاني ديال النطع شحال هادي كانت تكون سامبل، يعني النطع مخدوم هي بالنطع. دابا عاوتاني زادو عليه تحسينات، هو داك لي شواغوفسكي يعني تنبات، كيف الوقت ديال لامود ديال اللباس ديال التنبات ترجع حتى العمليه فيها التنبات منبته بشواغوفسكي ولا بلي بشكل بحال ديال الشوكات ديال شواغوفسكي منبتين، هذا هو اللي ولا ديال الوقت ديال دابا واللي ولا داك العام اللي كان شحال هادي. دابا عاوتاني رجع الانسان للسامبل، والعماريات كانوا بالنسبه ديال الحجم ديالهم شحال هادي ديال متر متر وعشرة متر، دابا العماريات رجعوا يديروهم كبار من خوين، يعني كل عام تتبدل الاشكال ديال العماريات، يعني عام على عام تتشوف حاجه اخرى جديده. والعماريات اللي كاين انا قلت كاين الفضه، كاين النطاع، كاين بلي بيرلاج بالجوهر نبتين. ومن بين هاد المراحل فدابا ولات واحد يعني هذوك محلات خصوصيين بوحدهم يعني ديال الضيافر اللي هما كيلتجؤوا ليهم العروس، كتشوف يعني النوع يعني شنو هذا العام اشنو خارج فيه، اشنو كاين الجديد، واش بنطاع واش عادي واش بنحاس واش بنحاس بيض ولا صفار ولا بنطاع يعني مطروز، اش من نوع الجديد اللي يقدروا يديروا فيه هذاك الدفوع ديالهم. نوريكم الميادين اللي عندنا، هادو ديال العود والنحاس، عندنا هادو لي كارتي كنسميهم لي كارتي بيان سور، لي بورس ديال الحنه التقليديين ولا لي بوتي ساك. عندنا بزاف ديال الاشكال، بزاف ديال هادشي كله تقليدي، هذا كيتسمى نطاع، هادو ديال الفضه منقوشين. عندنا الميده الاولى غادي يكون فيها لي كاغاف ديال وحده ديال الحليب وحده ديال الزهر بلوس جبانه بلديه ديال المسكه والعود. عندي الطيفور الثالث تنديروا فيه لي بورس ديال الحنه، واللي رجعنا تنزيدوا من العوائد ديالنا دابا هما الشوكولا، الشوكولات كتكون ميده مزينه بيان ديكوري بالشوكولا، وميده فيها التمر حيت ولا بدا عندنا التمر كيمشي فاتحه ديالنا، بزايد عليه هادشي اللي دخلنا جديد لي نوغا لي فروي غلاسي دي فروي كونفي. بين الامور اللي المحل اللي كيتجاوزوا لها هي ديال المحل ديال الذهب، يعني كتلقى اما العروس ولا الام ديالها والعريس وداكشي، يعني كيجيو يعني باش كتكون يعني كتكون على حساب القدره الشرائيه ديال الانسان. En général les mariés choisissent des parures ce qui veut dire un collier, une bague et une paire de boucles d'oreilles, n'est-ce pas, soit en moderne soit en néo-beldi. Puisque nous avons lancé une ligne néo-beldi qui est un bijou marocain, traditionnel marocain, que nous avons affiné, que nous avons retravaillé et qui a beaucoup de succès. C'est les clients, si vous voulez, qui nous guident, c'est la tendance, c'est ce qui se fait un petit peu sur le plan international et sur le plan marocain, bien sûr. Et les clients, en général, savent ce qu'ils veulent quand ils s'adressent à nous. زائد هذه المساله ديال الذهب، انه مثلا كنلاحظوا في العرس الفاسي يعني بيت امور اللي هنا توارثوا عن الاجداد، كيجيو مثلا كيعطوها من العروس للعروس، هذه زائد مثلا هذه الحيلي اللي كتاخذ هي، فربما كتكون مسائل اللي هي كتكون عندهم قديمه. كيجيو عندنا العرسان المغاربه يعني وخصوصا مدينه فاس بالخصوص،
يعني كتلقى انهم يعني ناس ذواقين لواحد الدرجه واحد المستوى عالي، لان التذوق المغربي يختلف. المراحل الاولى بعدا كيكون تريتور تبارك الله، مع دابا ولاو لي تريتور كلشي كيوفروه وكلشي عندهم، كتدخل كتلقى اما دار او قاعه مصاوبينها ناضيه بالمنصه بالكليغاج ديالها بكلشي ديالها، كتصيفط تريتور قام حيد عليك ديك الحمل كله الحمد لله. لي تريتور يعني الا ما كانش مواكب يعني هاد التطور يعني ما يقدرش زعما يلبي جميع الرغبات ديال العرسان المغاربه. من كيجيو عندك مثلا العرسان كيبغي يشوف يعني شنو هو النوع ديال 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 الماتريال اللي عندك، لي ناب ولاو دابا في الكارتي يعني المطروزين، يعني لي ناب هذا ولا كاين لي يعني الطواب اللي ولاو هما مثلا جاج اللي كاين لي ميروار، السونتر ديال الورد كيكون بحال الكواريوم، كيكون انواع اخرى من ناحيه الواحد الورد اللي هو كيبغوه، يعني واحد الورد اللي هو يعني النظره ديالو يعني كتوحي لك بواحد الشيء اللي هنا الورد يعني تا دابا ولات انه ولات فيه غير هو بوحده ولات انه مدرسه. من بعد ما كيساليو المراحل جميعا ديال العرس، من بعد كيعطيو العرابن يعني وكيفضيو كيساليو، كتبقى الحمام ما كتصوبو لها يماها من بعد حتى لتمامو، من كلشي يعني مشربيلو من القراق باش كتدخل الحمام، بالمحرمة ديال الحمام، بالفوطة، جميع الاشكال ديالو. الحمام يعني ما نقولوش ما بقاش، كاين على حسب الناس، عاد كاين اللي عنده داك العدد الحمام واكده، يعني الحمام ديال العروسه خصو لا بدا يديرو، يعني بعد اللي يديرو حتى ما بين خوتها وبنات خالتها وصحاباتها يعني قريب. الحمام اما كديرو لها يماها وكتكريه على حسب كل واحد اللي ميسور واللي متوسط وكل واحد هو، وكتمشي العروسه للحمام كتدخل كتلقى موالي الحمام بالتطبيل، وإما كاين اللي كيدير الهواريات، كاين اللي كيدير جوقد العيالات على حسب الإمكانيات. بالنسبة للحنة والتقبيب ديال العروسة، حيت كاين التقبيب تنديرو في الدار هو الأول قبل ما نمشيو للحمام، حيت في الدار تنديرو بحال دابا تنهبطو العروسة قفطان بلدي، يعني بحال القفاطه اللي كانوا زمان ديال البهجه او ديال الخريب، يعني كانوا تيديروا في الحنه ديال العروسه وكيديروا في التقبيب على حساب القفاطه اللي كاليتي ديالهم. كان هادشي قديما ضروري العروسه من الحمام التقليدي، كتوجد حتى من الصابون البلدي حتى من الغسول كيتسقى ويتصوب على اليد بالعشب والعطور ديالو، ومن الحنه كتكون حتى هي مصوبه على المدقوقه على اليد ومقاده وكتخلط بالزهر وبالورد حتى هي كتمشي لهذا اللي عند العروسه للحمام. تنبطوا العروسه، تنديروا القنديل تحت الكرسي، تنديروا الطيفور ديال الحنه ديال العروسه، تيكون الطيفور فيه غسل الورد، فيه الحنه وراق ستان ديكور بالنسبه لهذا ديال الحمام، وتنديرو الزفه مخلطه ديال العروسه، تيقول لك المزواره، يعني المزواره هي اللي تدير الفال ديال الحنه ديال العروسه. المزواره صافي دير شي المراه اللي مجوجه هي راجلها الاول، يعني ما معوداتش فيها الزواج، هي اللي تتقابل العروسه. ملي تتمشي العروسه للحمام تيدخل معاها العويتقات، هذاك التقبيب تنقولو التقبيب ديال زمان، تيدخل الحمام عاوتاني ديك الحنه تندوها لها في الحمها، وتتغسل العروسه ابخي تنقبوها، يعني حنا عاده ديال الهلفات تنديرو بحال تنديرو سبعات ديال السطوله ديال الماء، يعني سبعات البريمات، وداك من تكون خارجه العروسه يعني كل بريمات نكبو لها منها طاسه، هذا هو التقباب ديال شحال هادي. كتدخل واحد المراه منهم كتحكلها وكتفركلها، يعني هذه تقاليد مغربيه. ومن بعد عاد كتسمى هذيك المحرمه، كتخرج عامله هذيك الشهر كتكون ديجا طارزه على يماها، او
على حسب او كتسلفوا الا ما كانش عندها الامكانيات. كاين الحباب ديال الله كيعطيوش بحال دابا العروسه اللي كتكون درويشه او يتيمه او هذا كيعطيو يسلفوا لها الحباب. كتعمل هذاك ماشي تاج كتعمل ديك المحرمه وديك شي بالفواطه ديالها هي باش كتخرج حتى كتمشي لدارهم عاد كيلقاهم مجدينها عاود نقافه وديك شي القفطه اللي غتلبس وديك شي اللي غتصوب. اي عرس الدخله ديال العروسه هي بحال قلتي هي السونتر. بحال دابا الماتش ديال الكره ما يمكنش تبداو وما ديرش تحط الكره في الوسط كدير السونتر. الدخله ديال العروسه هي السونتر كتدخل ما كتدخلش على رجليها كتدخل مهزوزه بالعماريه وبهذه كنجيو حنا كنستقبلوها ملي كتنزل في الطوموبيل ديالها غتدخل للقاعه كنستقبلوها كنبقاو نذكروا الناس ديال عيسى ورا فاهمين هادشي كنبقاو نذكروا حتى كتطلع في الهوج ديالها في العماريه ديالها. دابا هو نورمال وزمان كانوا الناس كياخذوا لا هوت سيزون كتقول غندير العرس كتقول اوت هادشي قبل. مي دابا حاليا ولاو العرس دابا لا ديغون توت لاني كيقام العام كامل كيف جانفي كيف فيفريي كيف مارس كيف اوت العام كله. هو دابا الدخله ديال الدخله الفاسيه كنرجعوا للعرس الفاسي هو داك الذكر تيكون فيه الذكر ديال الله سبحانه وتعالى وتيكون فيه بحال دابا تنصليو على النبي كيكون الصلاه على النبي وهذه كيكون فاتحه خير على العروسه. ملي كتجي العروسه كياخذوا عيسى في الباب ديال لاصال كياخذوا عيسى هو كيدخل عند الجوق ملي كيوصل عند الجوق كيمشيو عيسى هو كيهز الجوق الف هنيه وهنيه وين اللي معروفه العروسه في العماريه يا لالا يا لالا يا لالا عروسه في العماريه ويا لالا قولوا تبارك الله عليها لالا العروسه تلبسوا كل يواتيها يا لالا يا لالا هنيا وهنيا ويا لالا عروسه في العماريه ويا لالا لا يعني من بعد من كتجلس العروس يعني في المنصه ديال العروس يعني باش تاخذ الصور يعني كيكون حوالي يعني من بعد واحد يعني ثلث ساعه يعني 20 دقيقه مثلا. يعني احنا في هذيك المرحله في هذه المرحله يعني احنا كنحاولوا انه نبداو حنايا يعني نبداو العمل ديالنا لان كنفتتحوا يعني في الاول بالعصير بلي غاتو سواري بلي باتاشو يعني بالحفل الشاي واحد الحفل اللي هو يعني كيكون طقوس ديالو مغربيه. ملي كنخرج العروسه كيقرب العشاء ملي كيقرب العشاء كيكون شي كيشوف كتريتور كيغير كتكون ملي كنتاويه غير من بعيد قريب بعيد اذا كان العشاء قريب كتضطر انك دير دي شونسون اللي هما تري كالم تري دوس باش ما يكونش تشخضه وما يكونش لومبيونس حتى التريتور ما يبرشلو العشاء. الطقوس ديال المغربي من ناحيه الاكل يعني كتبقى يعني واخا دابا تطورات ولا انه الناس كدير لي سالاد رويال كدير السومو كدير الكتوفه كدير الفارسي كدير البسطيله كدير مشوي يعني هاد الطقوس يعني بقى الا جيتي تشوف غتلقاه مثلا في المغرب كامل. ملي كيتهز العشاء كتجي الشخضه الشخضه كيخصك دير فيها سا ديبون لي كانوا بيضاوه سي بيضاوي كانوا فاسا كدير داكشي ديالهم اللي كيشخضهم حيت كل كيفاش كيشخض كل علاش كيشخض كتبقى غادي في الشخضه ديالك حتى كتجي الدوره الفاسيه. منين كتجي الدوره الفاسيه كتهزها عاوتاني في الدوره الفاسيه يعني كتكون متوله بلا حقه وطريقه من كلام ومن تعشاق ومن التحاضر ديال البنادر ديال الطهاره وديال الدعادع وداكشي اللي كندير على المغربي. نفسك يا لالا كله كيواتي هاهي جات العرس الفاسي ديما الدوره الفاسيه تيكون معها العريس قليل للراجل اللي ما تيبغيش الدور في الفاسيه
يعني النخوه ديال العروسه سي الفاسيه، ولكن تيجي ان شاغ من دار معها راجله في الفاسيه. مثلا نقولوا العماريه اللي دخلت بوحديتها تدخل العروسه بوحديتها ماشي مشكل، هذاك النخوه ديال العروسه تتبان الهمه ديال العروسه هي الاولى، ولكن الدور الفاسيه الدور الفاسيه انا بالنسبه لي ولا تنصح جميع العريسات اللي دارت الفاسيه دور معها راجله بالفاسيه، لان الدور بالفاسيه مع بالميدا تجي غزاله العروس والعروسه بالجبيون تيدور في نفس الوقت. كل بداية عندها نهاية، كاين البداية كتبدأ يعني كتصوب العرس وكتهيئ وكتقد الأمور، ولكن كاين النهاية عود ملي كتكون العروسة غادية فحالها لدارها، كتخرج بالصلاة على النبي والكلام الطيب والله يثبت لها الغرس ويجعل سعدها أحسن منها، وهذا الشيء باش كيدعوا معها الناس وكيكمل بالله أكبر صلاة على النبي.